ورئيس عبد الفتاح السيسي، وحيل اتحاد الكتاب على هذه المكرمة، والسفارة المغربية بمصر والقائمين. الحقيقة بين مصر والمغرب علاقات دايما ودية، أواصر أخوية، محبة إنسانية، تاريخ وجغرافيا، صلات عربية وأفريقية، مذاهب تجمعنا صوفية وإسلامية، أكلات لذيذة شرقية، أزياء شرقية وتراثية، طبيعة خلابة هنية، أفكار وحياة ثقافية، ناس حلوة كلها طيبة. لو اتكلمت عن المغرب على رأي الشاعر ماذا أقول وماذا أقول؟ يعني الحقيقة أنا لفتها من أغادير لطنجة، يمكن كانت الصحراء بعيدة عليا فيمكن ما رحتهاش. على مستوى الجغرافيا بالرغم ان مساحتها مش كبيره لكن فيها تنوع جغرافي عجيب، تجد فيها جبال الاطلسي اللي بتلمس السحاب والثلوج وكده، تجد فيها غابات افران بالخيول بالبحيرات اللي موجوده كانك في الريف السويسري، تجد جنبها اذرو، تجد فيها المدن العتيقه اللي كانك سافرت 1000 سنه في جذر من جذور التاريخ زي مدينة الصويرة اللي كلها على البحر في مشهد بديع لم أجده في أي دولة في العالم زرتها. تجد فيها الطبيعة السياحية الساحلية العريقة زي أغادير. تجد فيها مكان كله مهرجانات وكله ثقافة وسينما وتقدير زي ساحة الفنا في مراكش، من أجمل الساحات. وأنا تمنيت إن إحنا في مصر نعمل مشروع شبيه بمراكش. اما جيت رحت ساحه الفنا، ايه الجمال ده؟ تدخل تلاقي الازياء التراثيه، تلاقي الازياء الشعبيه، تلاقي الاكلات الجديده. ويمكن انا من نوع المغامر وبحب اجرب، مش عارف لقيت شوربه مره حاجه اسمها الحلزون فشكله يخوف، فاللي معايا اصروا عليا قالوا لي والله لا تجربه، فجربته فبقيت مدمن الشوربه العجيبه دي. ولما بقيت اروح مدن المغرب الثانيه ما لقيتش بقيت ازعل جدا. جربت اكله اسمها طنجيه اللي بتتعمل بالبرقوق والكذا. اللي عجبني برضو في الشعب الجميل ده، احنا معظمنا التغريب اصابنا بشكل او باخر، بقينا نفضل لبس البدل والجرافطات والمودرن في الفرش والحاجات دي. لو زرت اي اسره مغربيه هتلاقي السيراميك والبلاط والديكورات الخشبيه والازياء التراثيه، هتقابل استاذ الجامعه وهتقابل الوزير السابق، هيبهرك بحاجتين: البساطه الشديده مهما كان مسماه الوظيفي، بساطه عجيبه كان اخ بيكلم اخوه. الحاجه الثانيه الطيابه اللي هي جايه من الفطره. يعني مره انا كنت في مؤتمر فبعد ما خلصت بوقف تاكسي، فوقفني استاذ اكاديمي جميل عارفني بالشكل وما تعرفناش قوي، فقال لي على فين؟ فلقيته خدني على البيت ومجهز لي غدا. وهم عندهم احنا بمناسبه قمه المناخ والاستدامه والاقتصاد الاخضر، معظم بيوتهم هناك بيزرعوا اللارنج وبيعملوا الرياض المغربي، وتلاقي كده البيوت فيها طاقه محببه، تحب تقعد تشرب الشاي فيها وتحب تقعد تتفرج على اللارنج والنباتات الجميله، واصحاب ذوق عالي جدا في المشروبات، تشم روائح وتحس بطعم وتحس بطريقه في التعامل، طريقه بسيطه بعيده عن التعقيدات دي. فقلت يعني انا راجل غريب، فاصر خد البيت معاه واكرمني وبداني، وبعدين استاذنت فلقيته جه وصلني فقال لي هتعمل ايه؟ قلت له هعمل كده. قام جايب لي اصحابه لما عرف ان انا ماليش ناس كتير، وقعدنا. بعد كده رحت اغادير لقيته مجهز لي ناس تستناني هناك، رحت الرباط لقيته مجهز لي ناس كده يعني موجوده ناس تانية. من الحاجات الجميله اللي حصلت لي برضه في المغرب، وانا راكب تاكسي مره في مدينه الرباط فقابلت قصر شيك قوي، فانا مبهور، فبتاع التاكسي بيقول لي ايه القصر؟ قلت له، قال لي ده قصر الملك. قلت له الله، ده ربنا يبارك له، ده ملك جميل، ايه الجمال ده؟ قال لي عايز تدخل؟ قلت له معقول انا هدخل قصر الملك؟ قال لي والله لا تروح. فبالفعل لفينا بالتاكسي وقام الحرس موريه الجراز وقال له ضيفنا من مصر،